السلام عليكم متتبعي قناة حسام الآمال المتنوعة، كثيرين لاباس عليكم، إن شاء الله تكونوا على خير وبخير والأحوال طيبة ودائما نلقاكم بأفضل الأحوال. بالنسبة للفيديو اليوم إن شاء الله غادي نخدمو هاد الرشمة، هادي هنا السدر، خدمت السدر بجوج، هاهي كيف كتشوفو، هذا السدر جات في العرض وغتجي في العرض ديال الكمين. السيدة اختارت الموديل هاد، يعني هي اللي اختارت هاد الموديل هذا. بالنسبة للألوان درنا لون الأرض ولون صفر ولون مارو مع هاد اللون هذا ديال التوب من الفصيله ديال فصل الخريف. ان شاء الله غادي ندير لكم معكم طريقه كيفاش غادي نخدموا هاد الرشمه. انا درتها على شكل عريشات كيف ما كتشوفوا. شوف دابا حطيت البرا فين حطيتها ما عرفتش. هاهي غادي ان شاء الله نبداو. بالنسبه هنا درت الغرزه السليسيله، يعني نفس الموديل اللي حاطه ليا هي بغرزه السليسيله. هذا ملي كنبغي ندير كنخدم بالخيط على 4، كنديرش على 3، كنبرمو على 4. ها هو من الجعبه، ولكن في الطرز كنخدمو بلا بريم وعلى 4 الشعرات، كتجي الخدمه ديالو زوينه. وهذا تيبغي تبرم باش كيبان داك البريونس ديال الخدمه. كنخدم واحد الجزء تيكمل لي هذا الخيط بحال هكا، كنجرو كنجي بحال هكا نبدا معكم ان شاء الله باذن الله. انا هنا ما بغيتش ندير المرمى اللي عندها رجلين باش كنتحكم في الخدمه، كنجي بحال هكا بحال هكا نجي لهنا. هي غرزه السنسله اولا السليسيله، كنجي كنجي من هنا الوسط من ديال هاد العوينه هادي، كنجي واحد المسافه ديال 2.5 ملم اولا 3 ملم وكنطلع. شوفوا معايا السلسله ديالي، دائما هاد السبع الكبير هذا كنبقى شاده به الخدمه ديالي، دائما كيبقى شاد لينا الخيط بحال هكا وكنخدم بحال هكا سهله. كنتبع الخط ديالي، ماشي كنمشي مايله ولا شي حاجه، كنمشي مع الخط اللي عندي، كنتحركش لشي بلاصه بحال هكا. انا نكمل غير حد هنا باش ندير معكم الوريقه. من بعد ما كملت الغرزه السليسيله سالا لي الخيط، مازال غنكمل من بعد. كنجي كناخذ الحرير من الجعبه، ها هو 4 الشعرات، كناخذ المقاس اللي بغيت، ها هو كنجرو واحد شويه. شوفوا معايا ملي كنجرو كيتسرح بحال اللي دار ليه السوشوار. كنجي ندير بحال هكا، وكنجي لهنا كنجي النص ديال الورقه اللي عندي بحال هكا، كنجي لهنا في الوسط كنهبط ونطلع بحال هكا. شوفوا معايا كنجر حتى الاخر، هذا ما كانش مقاد معاه،
نشوفو تيتقادد معاه بحال هكا. نبغي نقطع الشتر بحال هكا بحال هكا، ونعاود نجي لهنا الراس ديال الورقة كنجي ندير بحال هكا. الضربات يكونوا مقاربين باش كتجي الخدمة زوينة. كنتبع في الجنب ديال الأطراس من الفوق باش كتجيني الخدمة نقية باش ميجيش داك الأطراس باين. هذيك التجبيده اللي سنجبدوا الخيط كيساعدنا في ما كيتعكرش لنا الخيط. شوفوا كيجي مدير مسرح، كيجيش داك المشكل ديال خيط طالع وخيط هابط. ما تطولوش الخيط بزاف باش تجيكم الخدمه سهله، حيت الا طولتوا الخيط كيولي كيعذبكم في الخدمه. بحال هكا كنعقد، نعاود ندير الجهه الاخرى العقدة الثانية باش ما يتحلش. هيا كندير بحال هكا وكنقطع نرجعو تاني نفس الطريقة، نجيبو تاني ناخد من الجعبة عبار اللي بغيت. نجر الخيط ها هو جرو يتسرح، ملي كيتسرح كيجي زوين مكيبقاش يتشنتف. نجي عاوتاني نفس الطريقة ندير بحال هكا، صافي. وغنجي دابا نبدا نرجع هنايا رشيمة سهلة زوينة في نفس الوقت. نجي كنهبط بحال هكا، هدا مثلا هنا عمر لي، نجي لهنا باش كنشد الخدمة هنا بحال هكا صافي. وكنقطع
ساليت من هاد الورقه هذه. دابا غندوز الورقه الاخرى باللون صفيفر حتى هي غدا دائما ندير جوج قطاس هاد القطه بحال هكا. نجي عاوتاني الصفر نفس الطريقه، ناخذ من الجعبه كنجرو باش كيتسرح كيعطيني الطول. هذا ما كرش ليا الخيط. نجي عاوتاني هنا نفس الطريقه كنجر حتى اللفه ونجي نطلع هنا الاخر ديال هاني ونجي نقطع هاد الزيت هذا باش كتبقى عندنا ديما الخدمه فين. خدمة سهلة وين هذا هو الموديل اللي مختاريه السيدة. كنبقى متبعي لا تخاص حتى كنسالي. نجي عاوتاني هنا فوق عاوتاني نفس الطريقه نمشي بهذه الطريقه. نتمنى من الله تعجبكم. كاينين شي خدامين ما تيبغوش هكا الخيط هكا يمدير، ولكن انا الموديل اللي شفت فيه الحرير بريونس يعني غيكون بهذه الطريقه هذه. وهنايا راه حيت لون الثوب حيت حنا دايرين ثلاثه الالوان ولون الثوب هو اللي خدامين به هاد الغرزات الثلاثيله. وباش تبان خصو يكون الخيط شويه غليظ باش تجي باينه الرشمه تجي واضحه. صافي هذا هو فيديو ديال اليوم، نتمنى من الله يعجبكم. شكرا على المتابعه.